كابتن يلا فتحي، خليني ابدا مع حضرتك بصراحه، ومش هبدا على الماتش بتاع غدا. انا عايز ارجع معاك الاول نوستالجيا شويه، ونتكلم على المباريات والاستعدادات بتاعه ماتشات القمه ايام جيل حضرتك. ايه الخصوصيه بتاعتها؟ دايما نقول في حاجه خاصه، حتى وان كان المباراه اللي احنا بنتكلم عنها مضمونه، خلاص احنا حسمنا الدوري، بس ما فيش حاجه اسمها اخش العب بمثلا مجهود اقل او استعداد اقل. لا، خلينا نرجع شوية برضو بالجيل زمان. لا، الأجيال السابقة تختلف كلية عن دلوقتي، لأن ليه بقى؟ الحياة مختلفة. طب زمان ما كانش فيه موبايل، دلوقتي بقى فيه موبايل، طب بقى فيه واي فاي، بقى فيه وفي سوشيال ميديا. السوشيال ميديا، الحاجات دي كلها ما كانتش موجودة. احنا كنا موجودين زمان، لما مثلا الفرق كانت بتلعب، كل لاعب نفسه كان بيمني نفسه انه يلعب هذه المباراه او يلعب المباريات الكبيره للاستمتاع، والجمهور رايح ليستمتع، مش ان هو رايح بيبقى تحت ضغط عصبي او كده. ما كانش في ضغط زمان؟ لا 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 لا، ما كانش. حتى في ماتشات اهلي وزمالك، حتى اهلي وزمالك عارفين كل فرقه بتبقى مقيمه نفسها قبل المباراه، فبتشعر كل معسكر من المعسكرين هو حاسس فرقته هي المتكاملة، هي اللي موجودة، هي اللي كده. فكان اللي بيعد نفسه أعلى من التاني لأن مهاراتهم كانت تقريبا متساوية. طب وعلى صعيد الجمهورين كانت الأوضاع عاملة إزاي؟ برضو الجمهورين نفسه يا كريم، كان في الفرقة دي الجمهور بيتمنوا قبل المباريات، بيقعدوا يتناقشوا ويتحاوروا الاثنين مع بعض، يعني الجمهورين قاعدين زمان في القهاوي والكافيهات دلوقتي والكلام ده، كان يقعدوا في القهاوي، يقعدوا في التجمعات، لكن بيتحاوروا يعني كل واحد يتخيل ويمني النفس ان هو بكره هنكسب وبكره هنعمل ايه وكلام. واعتقد المناوشات بينهم كانت لطيفه وقتها ومقبوله. لا اكيد اكيد، يعني كل ده كان بيحصل، واللعيبه كمان كان بقول كامل النضج، لان ما كانوش فيهم لسه الهزه بتاعه السوشيال ميديا. دلوقتي انت اي لاعب بيتحرك، اي لاعب بيعمل اي تصرف، طب على طول العالم كله بيعرف. طب انا لسه سامع دلوقتي انتوا كنتوا بتتكلموا في البرومو على محمد صلاح. الله، ما هو ده كان برضو اللعيبه دي بتحصل الحاجات دي كلها زمان، بيصيفوا عادي مع حياه يعني في حياتهم وكده، ولازم يرجع لحياته الطبيعيه الاصلانيه اللي بدا بيها. ليه؟ عشان دي مهمة جدا، مش بدنيا، مش فنيا، مش مهاريا، مش خططيا، ولكن ذهنيا. صح، لازم نفصل، لازم نفصل البشر، يعني الجهاز العصبي، الجهاز النفسي، الجهاز، كل ده لازم له حق من الراحة وله حق من التدريب.